الحمد لله، أسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله وأن يظلنا بظل عرشه الكريم. صفة من الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن: العفة، الطهارة، النقاء عن الحرام، النقاء عن الخناء. عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كثير هم الناس الذين لا يستطيعون ضبط مشاعرهم عند ما تدعوهم الشهوات إليها. وهنا يجب أن ننبه إلى أمر مهم: أيها الشاب، أيها الرجل، أيها المرأة، لم تنهى عن حب الجمال والجميل، لم تنهى عن أن يميل قلبك إلى أحد من الناس تهواه، إنما أنت منهي عن أن تعصي الله سبحانه وتعالى بعشقك وحبك، إنما أنت مأمور بالعفة. فإذا عشقت إنسانا وإن كان هذا الإنسان ليس بقريب لك ولا بمحرم لك ووقع في قلبك حبه دون أن تتكلف ذلك وبدون اختيار منك، لا يحاسبك الله تعالى ما لم تعصي الله تعالى بعد ذلك الحب وبعد ذلك العشق. طبيعة الإنسان أنه يحب الجميل ويحب الجمال ويميل للمستحسن. وفي ذلك ورد الأثر: من عشق فكتم فعفى فمات فهو شهيد. العشق ووجوده في القلب للجميل والجمال لا ينافي العفة والحياء والخشية من الله تعالى. وليس هذا عشقا ما يصور للناس على أنه بعشق، وهو وقوع في المحظور من حرام ومعصية واختلاط ومجون وغير ذلك. تعالى العشق وتسامى عن ذلك، لأن العشق أمر طاهر، أمر نظيف، أمر شريف. قال قائلهم: ليس الظريف بكامل في ظرفه، أي أخلاقه، كلامه، ملاطفته، كلامه بسيط، ليس هذا الظريف حتى يكون عن الحرام عفيفا. فإذا تبرع عن محارم ربه فهناك يدعوه الأنام ظريفا. قال الآخر: إن أكن طامحا لحاضي، أي عيني تسبقني إلى النظر إلى بعض الشهوات المستحسنات، إن أكن طامحا لحاضي فإني والذي يملك العبادة عفيف. ليس ظرف الظريف بالنفس، لكن كل ذي عفة فذاك ظريف. رجل يقول: ولينا وال فوجد علي بعض عماله فأودعني في السجن، وكنت مقيدا في السجن في قصر الوالي، فأشرفت علي يوم من الأيام بنت الوالي فكانت تبادلني النظر وكنت أبادلها النظر، فأعجبت بي وأعجبت بها، أحبتني وأحببتها ومال قلبي إليها، فكتبت إليه يوما شعرا أوصلته إليه، قالت له: أيها الرامي بعينيه وفي الطرف الحتوف، إن تريد وصلا فقد أمكنك الظبي الأليف، إن تريد وصلا فقد أمكنك الظبي الأليف. فأجابها الفتى من سجنه وقال لها: إن تريني زاني العينين فالفرج عفيف، ليس إلا النظر الفاتر والشعر الظريف. فأجابت عليه تقول: قد أردناك على عشقك إنسانا عفيفا فتأبيت فلا زلت لقيديك حليفا، أي محبوسا في السجن. فأجاب عليها شعرا أيضا يقول لها: ما تأبيت لأني كنت للظبي عيوفا، غير أني خفت ربا كان بي برا لطيفا. ذاع الشعر حتى وصل إلى أبيها الوالي فسمع القصة والخبر فزوجه منها وأخرجه من سجنه. العفة هي وسام على رأس كل أحد ترفع من قدره ومن شانه إن تعفف. نأخذ في كل حلقة نموذج ممن اتصفوا بهذه الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن. نموذجنا في هذه الحلقة هو الإمام العالم العابد الصالح الفاضل سليمان بن يسار. كان له كثير من العبادات، لكن سنأخذ ما يتعلق بهذه الخصلة الشريفة: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سليمان بن يسار كان حسن الوجه، طيب المنظر، جميل الشكل، وكان مبتلى بإقبال النساء عليه من وقت لوقت إلى وقت ومراودتهن إياه عن نفسه. مرة من المرات ذهب مع أحد أصدقائه للحج، وهم في الطريق بالأبواء نزلوا في ظل، وذهب صديقه ليحضر بعض المتاع وبعض ما يحتاجونه، وبقي منفردا. فرأته امرأة من أعلى الجبل فنزلت إليه وكشفت عن وجهها، وكانت جميلة جدا وكانت حسنة، وهو لم يبالي بذلك، فقالت له: هنئني، أي ضيفني وأكرمني.
فقام إلى السفرة يقربها ويعطيها شيئا من الطعام، قالت لا أريد هذا، إنما أريد ما يكون من الرجال من الرجل إلى أهله. فقال أحضرك لي إبليس وجهزك لي الشيطان. فأخذ يبكي ويبكي ويبكي ويضع رأسه بين رجليه وهو يبكي، حتى استغربت المرأة من حاله ومن أمره، فذهبت وتركته ولم تبقى عنده بعد أن فشلت محاولتها معه. فجاء صديقه ووجده يبكي، قال له ما يبكيك يا سليمان؟ قال لا شيء، تذكرت عيالي، تذكرت الصبية الأطفال الذين تركناهم. قال لا، عيالك لازلت حديث عهد بهم، ليس الوقت طويل حتى تبكي شوقا إليهم، عزمت عليك إلا ما أخبرتني، لماذا تبكي؟ فأخبره سليمان بالقصة والمرأة ومجيئها وما حصل لها. فأخذ صاحبه يبكي، يبكي بكاء أشد من بكائه. قال له وأنت لماذا تبكي؟ قال أنا أبكي لأنني لو كنت في محلك ربما لم أكن أصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، فكيف بك وقد ثبتت يا سليمان على هذا وصبرت على هذا؟ فبكى الرجل على نفسه. ذهبوا إلى مكة، طاف سليمان بالبيت، بعد الطواف جلس حول الكعبة، أخذته سنة من النوم، قال رأيت في نومي رجلا وسيما جميلا قسيما حسن الشكل يسلم علي، السلام عليكم ورحمة الله. قلت عليكم السلام ورحمة الله، من أنت؟ من أنت؟ قال أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق نبي الله يوسف. يا نبي الله يوسف، إن في قصتك مع امرأة العزيز العجبة، يعني أمر عجيب أمر غريب. فقال له في الرؤيا نبي الله يوسف وقصتك مع صاحبة الأبواء أعجب، الذي حصل لك مع المرأة بالأبواء أعجب مما حصل لي مع امرأة العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إلى كل شاب، إلى كل فتاة فتنه جمال أو مظهر في نفسه أو في غيره، تذكر أن الجمال والكمال هو القرب من الله تعالى ومعرفته، ولا أجمل من لذة المعرفة بالله ومراقبة الله والقرب منه. فاذكر ربك وقل إني أخاف الله رب العالمين. إلى كل عبد من عباد الله سبحانه وتعالى تعرض له الشهوات، عليه أن يعلم أن من جهزها وأرسلها إليه إبليس، وليقل لها كما قال سليمان بن يسار جهزك لي إبليس وأتى بك الإبليس، فليتغلب على إبليس وعلى الشيطان الرجيم يكون من الفالحين عند الله سبحانه وتعالى. عصمنا الله وإياكم من الفتنة، وأجارنا من كل محنة، ورزقنا وإياكم العفة والطهارة، وجعلنا من أهل القلوب النقية الصافية التي تعشق العشق النظيف الحلال الذي يرضاه ربنا بالجلال، إنه سميع مجيب، والحمد لله.